هي لابد انه احيانا دراسة التاريخ واخذ العبر. وللقرآن كثير ايات كان يقول لنا ارجعوا للتاريخ من اجل ان نفهم السياسة. يعني بدنا نفهم سياسة اي امة اولا ندرس فلسفتها اثنين مصالحها. هذول قضيتين فلسفتهم ضروري جدا على فكرة، لانه كثير المصالح بتلتقي ضوء الفلسفة. ايش اللي بيخلي روسيا لما انضربت يوغوسلافيا اللي بتسمى صربيا من قبل حلف الاطلسي، ايش اللي بيخلي روسيا تهدد وبيخلي اليونان اللي هي ضمن الاطلسي تعترض؟ ايش معنى روسيا واليونان؟ ترجد انه في اسس فلسفية عقائدية تجمع اهل صربيا مع روسيا مع اليونان. هذا كلام بلكي يكون له مجال اخر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. على اي حال احنا ان شاء الله مستمرين اكثر من درس في موضوع النبوءة اللي في بداية سورة الاسراء، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب، لانها اذا بدها تهم احد بتهم بالدرجة الاولى مين؟ انتو، حتى نشوف الابعاد في المسألة. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.